رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم افتتاح منتدى 100 عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، وسعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من المسؤولين بقطاعات الدولة المختلفة. أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خلال كلمة خلال منتدى 100 عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين أن هذا المنتدى يأتي ضمن الفعاليات العديدة التي تقيمها البحرين احتفاء بمئوية التعليم، من خلال استعراض ما حققته المسيرة التعليمية المباركة من إنجازات ونتائج مشرفة، وتبيان دور التعليم البارز في رفض جهود التنمية الشاملة في البلاد، معربا عن خالص التهاني والتبريكات لقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذه الفعالية اليوم التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة، الهدف منها هو إطلاع المجتمع البحريني على ما تحقق من خلال مسيرة التعليم في مملكة البحرين. 100 عام من التعليم تعني الكثير، تعني أن هناك بعدا حضاريا اكتسبته مملكة البحرين خلال هذه المرحلة المهمة، وأصبح للتعليم مكانة كبيرة بفضل الدعم الذي كان يجده دائما في هذا البلد العزيز. وحدثت نقلات نوعية على الصعيد الكمي النوعي، المشاريع التطويرية في التعليم وفي التعليم العالي في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. هذه الإنجازات لم تكن فقط على الصعيد المحلي، وإنما تم ترجمتها إلى نتائج أشادت بها المنظمات الدولية والتقارير الدولية والاختبارات العالمية. يعني مملكة البحرين لما حصلت على نسبة 45 درجة معيارية في التقدم بين اختبارين في الرياضيات والعلوم على دول مشاركة ذات بعد دولي ومكانة حضارية كبيرة، وتأتي البحرين في مقدمة الدول التي حققت هذه القفزة النوعية في نسبة التقدم، هذا يبين مدى الاهتمام والدعم الذي يجده التعليم. خلال هذه الفترة سوف نبين أيضا كيف استطاع التعليم أن يؤكد تطور البحرين الحضاري، لأننا نتكلم عن تعليم رسمي نظامي منذ سنوات عديدة نحتفل بمئة عام عليه، وكيف لعب التعليم دورا كبيرا على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الحضاري، وأصبحت مملكة البحرين تنال مكانة عريقة على الصعيد التنموي ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي. من جانبها ألقت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت كلمة أوضحت فيها أن مشاركة منظمة اليونسف في هذا المنتدى هي الأولى من نوعها، وأن المنتدى يهدف إلى التعريف بالإنجازات التربوية والتعليمية التي تحققت بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقد انطلقت الجلسة الأولى للمنتدى والتي أدارها الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، وشارك بها سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي وزير النفط وسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. وفي بداية قدم وزير التربية والتعليم عرضا بعنوان 100 عام على التعليم النظامي الحكومي من الهداية الخليفية إلى التمكين الرقمي، تناول خلاله مراحل تطور المسيرة التعليمية الوطنية. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين قد تبوأت مكانة تعليمية رائدة دوليا أكدتها العديد من التقارير العالمية المرموقة، خاصة تصنيف المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع. لا شك أنها مناسبة سعيدة جدا. النفط كان له دور، شركة بابكو تحتفل ب90 عام، كان له دور طبعا في نقل البحرين إلى الاقتصاد الحديث اللي احنا فيه. شركة بابكو تحتفل كذلك ب90 عام على مرورها، التعليم المهني التعليم الأكاديمي، واليوم نجد كثير من خريجين برنامج بابكو في الأربعينات والخمسينات والستينات يتبوؤون مناصب قيادية في البلد، بعضهم وزراء بعضهم وزراء سابقين.
فلا شك أن شركة بابكو والنفط بشكل عام كان لها دور أساسي في نقل البحرين إلى ما هي عليه اليوم. طبعا نأمل في هذه المرحلة إن شاء الله أن ننتقل إلى مشاريع أكبر ونستقطب الكثير من الشباب والشابات في مجال النفط والغاز. نشكر وزارة التربية مرة أخرى. ثم تحدث معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن الدور الذي اطلع به قطاع النفط في مسيرة التنمية، بما في ذلك الدور المهم لشركة بابكو في دعم التعليم، حيث رصدت الموازنات المطلوبة لابتعاث الطلبة لدراسة العديد من التخصصات المتصلة بقطاع النفط والغاز. من جانبها أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على دور المرأة البحرينية في ترسيخ مكانة التعليم في البحرين، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية استطاعت أن تتميز بحضورها وعطائها المتواصل، فأصبحت لها بصمات واضحة على مسيرة تعليمية ثرية بإنجازاتها. طبعا للمرأة البحرينية بصمات واضحة في المسيرة التعليمية الوطنية، وهذا يعود إلى البدايات المبكرة لمشاركة المرأة البحرينية في المجال التعليمي. هناك معلومات تبين بأن المرأة بدأ تعليمها غير النظامي أو غير الرسمي من نهاية القرن 18، فنحن نتكلم اليوم عن بناء تراكمي، نتكلم عن وعي رفيع تساهم المرأة في قيادته، ونشهد العديد من المؤشرات التي توضح أثر الاستثمار في المرأة البحرينية. جامعة الخليج من حسن الطالع أنها الله أراد لها أن تكون في مملكة البحرين وأن تستضيف مملكة البحرين، واستفادت كثير من مملكة البحرين، وخصوصا أن مملكة البحرين لها السبق في التعليم النظامي من بين دول الخليج. أنا فقط يعني لها تاريخ كبير مشرف مملكة البحرين مع جامعة الخليج العربي، لكن أتوقف عند فقط حالة واحدة اللي ممكن تعكس هذا كله، اللي هي هبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بمنح أرض، منح جامعة الخليج العربي أرض بمساحة 1,000,000 متر مربع لبناء مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية، والحمد لله يعني كان موقع مميز وأرض جميلة يعني تخدم فعلا المدينة الطبية سواء من حيث التخصص أو من حيث السكان، تخدم السكان، والحمد لله يعني قدمت المملكة البحرين لجامعة الخليج أيضا توفير إمدادات الطاقة والمياه من مسافات بعيدة، عفوا مسافات بعيدة حتى موقع أرض مشروع المدينة الطبية، وكان هذا طبعا بموافقة مملكة البحرين لاستخدام المنحة الخليجية السعودية لتمويل البنية الأساسية في مشروع المدينة الطبية. فلا يستطيع الواحد أن يتوقف عن مساعدات والدعم التي تلقت الجامعة الخليج العربي من مملكة البحرين. وأنا ما أنا حبيت بس أعطي مثال واحد يعكس يعني السابق، ونتوقع دائما المزيد، ومملكة البحرين بإذن الله تعالى بوجود قائدها الملك حمد لن تبخل أبدا على الجامعة بأي شيء. البداية أن أهنئ حكومة البحرين وشعب البحرين على 100 عام التعليم الأساسي، هذا إنجاز غير مسبوق نشاهده في البحرين ولا نشاهده في دول كثيرة، وهو إن دل يدل على أنا من اعتقاد الشخصي وجود معادلة متوازنة ما بين تدريب المدرسين، بنية تحتية في المدارس، منهج ممتاز، وإدارة تعليمية. الأربع عناصر دول أنا بعتقد هم اللي خلوا جودة التعليم في البحرين والوصول إلى الأرقام العالمية. نبارك لأنفسنا على الاحتفال بمئوية التعليم الأول في الخليج، والحمد لله اليوم نرى في تطور للتعليم في مملكة البحرين فضل القائد الأول وقائد التعليم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. اليوم نشهد تطور في الشباب البحرين، نشهد تطور في المرأة البحرينية باعتلائها أعلى المناصب في السلطة التشريعية وخارج البحرين، وتطور اقتصادنا الوطني هذا نتائج من نتائج التعليم في مملكة البحرين وتطوره. بعد ذلك تم تكريم كافة المشاركين والجهات الداعمة للمنتدى،
ثم تم افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى والذي يقدم فرصا عديدة للتوظيف في عدد من الشركات والمؤسسات المحلية، كما يتم خلاله استعراض قصص نجاح 50 رائد أعمال من المملكة مع تقديم منتجاتهم وخدماتهم.